مرحبا طلابنا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. رجعنا اياكم باخر فيديو، طبعا فيديو مهم، اغلبكم يجوز عارفين هذا الموضوع رغم سهولته، ويجي طبعا هذا بالفاينل. انتبهوا وياي، موضوع الستاندر ديفليشن، اللي هو موضوع الانحراف القياسي. طبعا هنا الانحراف القياسي عندنا قانون اللي هو ال اس تربيع، اللي هو اكس اي ناقص اكس تربيع على ان ناقص واحد. هذا القانون خاص بمن؟ خاص بالستاندرد ديفليشن. شوفوا هذا القانون اللي راح نستخدمه. زين، هي خطوات ايجاد الستاندرد ديفليشن شنو؟ خليني اشرحها لكم. اول شيء انت لازم تطلع المين. اوكي، المين هسه راح تصفن تقول لي يابا تعال شنو المين؟ المين هو نفس الاكس، وهو نفسه مجموع القيم على اليمن باوع، مجموع القيم على اليمن على عددها. باش تجمع القيم وتقسم على عددها. هسه ركزوا وياي، find the standard deviation. يعني the standard deviation of the following values. طاك هنا أنا هاي القيم، انت شو تسوي؟ اول ما تعال طلع لي الاكس. هاي القيم كلها شو تسوي؟ انت طبعا ما راح يريد منك حل بورقة، يريد منك بس تظل الناتج. اجمع لي اياها. 7 + 3 + 12، تمام، +8 + 5، على ايش قد؟ على عددهم 1 2 3 4 5، على 5. تجمعها راح يطلع فوق عندك 35. لا عندي محاضرة برا، راح اجيها برر عليك. اذا عندي محاضرة ما عندك 35، تمام، 35 على اليمن، 35 على 5، 35 على 5 ايش قد بيها؟ بيها 7، تمام، بيها 7. نجي الاوبشن نسوي، طلعنا احنا الاكس. اجي الخطوة الثانية، لازم شو اسوي؟ لازم اطرح كل قيمة من قيم الاكس من هاي القيم. يعني شو اسوي؟ ابن وياي زين، اجي اقول 7 ناقص 7، زائد عندك 3 ناقص 7، طبعا هنا كل تربيع، زائد 12 ناقص 7 كل تربيع، زائد 8 ناقص 7 كل تربيع، زائد 5 ناقص 7 الكل تربيع. هسه تجي 7 ناقص 7 هو 0، زائد 7 ناقص 3 هي 4، تربيع هي 16. طبعا راح هو يطلع -4، بس قيمة تربيعية يبلغ السالب. 12 ناقص 7 5، تربيع هي 25، زائد عندك 8 ناقص 7 1، تربيع هو 1، وعندك 7 ناقص 5 هو 2، تربيع هي 4. راح تجمع لي اياها ايش قد؟ راح يطلع عندك 46. طلعنا الناتج مالهن يابا ايش قد؟ طلعنا الناتج مالهن 46. زين، الخطوة اللي وراها شنو؟ ايش راح نسوي؟ الخطوة اللي وراها نريد نطلع احنا الستاندرد ديفليشن. بعد هاي الخطوة اجي اقول الستاندرد ديفليشن ايش راح يساوي لي؟ تحت الجذر القيمة هاي اللي انا طلعتها اللي هي 46، اقسمها على ايش قد؟ على مجموع هذن القيم. كم قيمة هن؟ هن مو 5، طير من هن واحد، ايش قد راح يظل؟ 5 ناقص 1 هو 4. قسم 46 على 4 ايش قد راح يطلع لك؟ يطلع لك 11.5. وهاي جذر ال 11.5 بالحاسبة تطلعها انت ايش قد جذر ال 11.5؟ 3.391. هذا بالنسبة للستاندرد ديفليشن. وطبعا موضوع جدا تافه وبسيط جدا، حرامات تضيعون درجته. 3 خطوات ماكو غير. طبعا هنا كلش يعني مسهلين الموضوع عليهم. اوكي،
موضوع هنا مسهلي عليهم. احنا اعتقد من شرح انه كانت هوسي، فما شفتوا اكثركم انه صعب. ثلاث خطوات فقط، تعال اول شيء طلع لي اكس، بعدين تعال طلع لي مجموع الطرح مال الاكس اي ناقص اكس، بعدين روح طلع الاس، وتمشي دقق بهاي الخطوة. هاي الخطوة شنو؟ الوسط اللي انت طلعته بالبداية المين. طبعا ها بالمناسبة ترى عندنا احنا اسئلة بس يقول لك طلع لي المين، بس يقول لك find the mean هيتش، يعني يابا تعال بس طلع لي الوسط، ما اريد منك شيء. طبعا اجى ترى هذا اجى المين اللي هو الاكس، طلع لي الوسط، تجمع القيم على عددها، ما بيها اي شيء، كل شيء ما بيها، موضوع جدا بسيط بسيط بسيط، يعني ماكو اسهل منه. اوكي، فيا ريت تضبطون هذا الموضوع. اوكي، مجموع القيم على عددها ويطلع لك الناتج، وما بي اي صعوبة، كل شيء ما بي زين. وهذا اسمه الستاندر ديفليشن. عندنا جزئية لازم ننتبه لها، اللي هي عندنا الافرج ديفليشن. اكو شغلة عندنا اللي هي الافرج ذا افرج ديفليشن. افرج ديفليشن شنو الافرج؟ عفوا الافرج ديفليشن، الافرج ديفليشن هو المعدل متوسط الانحراف الكلي. القانون مالته شنو؟ القانون مالته مجموع قيم الانحراف، شو اسوي؟ اقسمهن على يمن على عددهن. هسه انت تقول لي شنو قيم الانحراف؟ هسه راح اقول لك شنو قيم الانحراف، انتبه وياي. خاف يطلب منك الافرج اوف ديفليشن، شو تسوي؟ ركز وياي على هاي الملاحظة. طبعا الافرج ديفليشن عندك اثنين، عندك اول شيء دي سمول، واكو واحد الدي كابيتال. هسه راح افهمك شنو الدي سمول وشنو الدي كابيتال. انت طاق قيم، تمام، طاق هذين القيم اللي هنا نفسهم، سبعة الطاق لثلاثة، وطانا لاثناعش، وانطانا لثمانية، وانطانا لخمسة. طلع لي اول خطوة، طلع لي الاكس اللي هو الوسط، الوسط الحساب ايش قد طلع لي. تجي هنا يا بالاكس يساوي مجموع القيم على يمن على عددهم، مجموع القيم عرفناهم، ممكن سنجمعهم، 35 على 5 ايش قد بيها؟ بيها 7. طلعنا هاي اول خطوة. بعدين تعال طلع لي القيم اللي هي قيم الانحراف. هسه تقول لي شلون اطلع قيم الانحراف؟ سهلة، قيم الانحراف تجي كل قيمة من ذني اللي انت عندك ذني بالسؤال ده تلاحظهم، اطرحها من هاي القيمة، تطلع لك قيم الانحراف. ولازم القيمة تكون شنو؟ لازم القيمة تكون يعني موجبة، فتجي تطرح كل قيمة. طبعا هو راح يعطيك يعني الأعداد قليلة، فتقول أنت أول شيء 7 ناقص 7، 7 ناقص 7 ايش قد؟ هو 0. زين، بعد 7 ناقص 3 ايش قد؟ هي 4. بعد 12 ناقص 7، 12 ناقص 7 ايش قد؟ 12 ناقص 7 عندك اعتقد 5، هي 5. بعد عندنا 8 ناقص 7 هو 1، وبعد عندنا 7 ناقص 5 هو 2. هسه خلصنا من ذا. ايش طلعت انا هنا؟ طلعت الانحراف. اذا اريد اطلع الدي، شلون اطلع الدي؟ شو اسوي؟ اجي اجمع ذن القيم وقسم على الان، يعني اقول يا بصفر زائد 4 زائد 5 زائد 1 زائد 2 على اليمن على القيم. هن شقد القيم يا القيم هن شقد؟ هن 5، قسم على 5
وطلع لي الناتج. هذا بالنسبة للدي سمول. اكو شغلة غير هذا الدي سمول اللي هي الدي كابيتال، هم اسمه الافرج اوف ديفليشن بس الرمز مالته دي كابيتال. شنو معنات الدي كابيتال؟ تيجي القانون مالته شنو؟ القانون مالته انه تدي السمول اللي طلعتها قسمها على جذر الان، يعني الناتج اللي طلعته بالخطوة اللي قبلها قسمه على جذر الان، جذر الان هو جذر 5 يطلع لك الدي. وطبعا ذن الشغلتين اللي هي الافرج اوف ديفليشن، اوكي، الدي سمول والدي كابيتال ما اتطرق لهم بالمسائل. اللي اجانا بالمسائل واعتقد اغلبيتكم خطأتوا بيه هو المين، ولابد يجيبه لكم المين اللي هو الوسط الحسابي، قلنا لكم مجموع القيم، مجموع القيم على اليمن على عددها هاي وحده، وجانا الستاندر، ستاندر ديفليشن. الستاندر ديفليشن شنو؟ قلنا لكم خطوات، اول شي طلعوا لي الاكس، وبعدين الاكس اي ناقص اكس الكل تربيع مجموعهن كل تربيع، وبعدين روحوا طلعوا الاس وفضت راحت. بس هاي الهوسه كلها، تحياتنا لكم.